فإذا نكمل مع theme.json، فلدينا هذه المقالة، مقالتي الخاصة، وهنا لدينا فقرة مثلا سنكتب فيها مرحبا بكم، وسنقوم بتجميعها، التجميع يعني إضافة div حولها، وباسم بالووردبريس اسمها group، والجروب هي div بالHTML. فإذا هذه هي، إذا أردت مثلا إعطاء هذه المجموعة خلفية معينة، مثلا وضعت هنا أحمر بهذا الشكل، وبالنسبة للفقرة أعطيتها خلفية مثلا دعونا نرى، فمثلا هكذا جيد، وتحديث وتحديث أيضا. فإذا إذا نظرنا في الصفحة الرئيسية لنرى، إذا تحديث أيضا، فظهرت لدينا مرحبا بهذا الشكل كلها أخضر، ونحن فعليا نريد أن نعطي محتوى، عرض محتوى ثابت لهذه الفقرة، بحيث تأخذ فقط مثلا 700 بكسل من عرض الصفحة، أو 700 بكسل فقط. فكيف سنقوم بذلك؟ فسنذهب إلى theme.json، وعند settings هنا سنضيف layout، ومن layout سنضيف content size، وسيكون هو 700 بكسل. فإذا الآن أيضا سنضيفكما لفصل الفاليوز هنا. فإذا إذا قمت الآن بالتحديث، لاحظوا كيف سيظهر، سيظهر لنا مرحبا هنا أو مرحبا بكم، ولكن طول هذا 700 بكسل. بداية لاحظوا أن إذا قمت بالنقر هكذا في المجموعة هنا، أنا كتبت، أو دعوني أحدث مجددا إذا مرة أخرى، هذه المجموعة، لاحظوا المجموعة مكتوب هنا تستخدم المكونات الداخلية عرض المحتوى، وعرض المحتوى أنا حددته أنه هو 700 بكسل. فالآن الأشياء التي بداخل هذه المجموعة ستأخذ عرض 700 بكسل، وبالتالي هنا لدينا 700 بكسل. إذا قمت بالعرض هكذا، لاحظوا هنا لاحظوا 700 بكسل، 700 بكسل ضرب 19، 700 بكسل هي الويدث، وهي فعليا 700 بكسل كما أنا حددتها. لاحظوا الأسهم 700 بكسل، أو هذه مثل شبكة تظهر هنا، فهنا لدينا 700 بكسل. طبعا هذا الشيء الذي تجدونه حول مسافة، هذا بسبب البادينج المضاف أوتوماتيكي من ووردبريس، وسنقوم بمسحه لاحقا. فمرة أخرى لاحظوا 700 بكسل، ولماذا 700 بكسل؟ لأنني أنا قلت تستخدم مكونات داخلية عرض المحتوى. إذا قمت بإلغاء هذا الخيار للمجموعة، مجموعة الأب أو الأم، فلاحظوا ما الشيء الذي سيحدث مرة أخرى، سيأخذ كل المحتوى. فما فائدة هذا الخيار؟ أننا أحيانا نريد أن نجعل الموقع الخاص بنا له ويدث، المحتوى الذي فيه له ويدث معين، له عرض معين، لا نريد أن يتجاوز هذا، ونريد أن نثبت هذه القيمة في كل مكان، وهذا يعطي اتساق بالقالب الخاص بنا، أن كل الصفحات لها عرض محتوى 700 بكسل. ممتاز. الآن يمكن أن أضيف هنا خصائص خاصة بالأبعاد أو السبيسينج، مثل الهوامش الداخلية، الهوامش الخارجية. فإذا أردت أن أضيفها، فبكل بساطة هنا بالسيتينجز أدناها هنا أقوم بإضافة سبيسينج، سبيسينج يعني أبعاد، وأضيف هنا أريد تفعيل البادينج ترو. البادينج هو الهامش الداخلي، والمارجن هو الهامش الخارجي. فإذا أنا أريد تفعيلها الاثنين هذا، وإذا قمت بالتحديث فإذا ما الشيء الذي سيحدث الآن لنرى. مرة أخرى سأجعل هذا مثلا تستخدم مكونات داخلية المحتوى، ولاحظوا هنا ظهر لي هوامش داخلية وهوامش خارجية. الهوامش الداخلية يمكن أن أضيف مثلا قيمة لفوق تحت، مثلا أقول مثلا 40 بكسل بهذا الشكل من فوق تحت، ممكن أن أعطي قيمة للجوانب 40 بكسل. جيد. فمثلا ما الشيء الذي سيحدث الآن، لاحظوا هكذا. يوجد أيضا، لاحظوا هذه هي، يوجد أيضا فكرة أن يمكنك مثلا هذه 700 بكسل، هذا المحتوى لا تريد أن يكون متوسط، يمكن تريد أن يظهر إلى اليسار إلى اليمين، هذا الشيء يمكن أن تغيره من هنا، من أين من هنا، فهنا يمكن أن تضيف هكذا. فإذا قمت بالتحديث، فإذا لاحظوا
سيظهر بالجهة الأخرى هكذا، ويمكن أن تضيف أيضا هكذا فسيظهر بالجهة الأخرى الآن، أو يمكن أن تتوسط، عادة نحن نقول توسيط. طبعا إذا كنت من يعني تبرمج مواقع HTML وهكذا، فأنت تعرف أن بالكونتينر ماذا نفعل؟ نحن نقوم بإضافة مثلا class container، وهذا موجود أيضا ببوتستراب، ونعطيه مثلا max width، لاحظوا نعطيه max width مثلا 700 بيكسل مثلا، ونقول margin لتوسيطه، نقول margin فوق تحت مثلا 1 رم، وعلى الجوانب auto للتوسيط، أو margin left auto ومارجن right auto. نكتب هذه القاعدة لإضافة كونتينر، هذه موجودة ببوتستراب وأيضا موجودة عين بكل، يعني إذا أردت أن تكتب هذا الشيء بHTML و CSS، يعني هذا الشيء نفسه تستخدمه ووردبريس، لكن لاحظوا ووردبريس تقوم بالشيء التالي، أنها تقوم بإنشاء متغير هنا تسميه ووردبريس ستايل جلوبال كونتنت سايز، وهذا المتغير فيه القيمة التي أنا قمت بإضافتها عين باللاي أوت content size، وهي التي هي 700 بيكسل، واضح؟ فهذه القيمة التي تضيفها، لاحظوا أيضا تضيف margin left auto و margin right auto، نفس الفكرة يعني، لكن WordPress يطبقها لك بطريقة مختلفة، نفس الطريقة يعني، لكن نحن إذا أردنا أن نضيف content size بدلا أن نكتب container وهذه القصة، نكتب من هنا بtheme.json. أيضا نحن قمنا ب أيضا شرحت لكم عن الأبعاد، هنالك أيضا هوامش خارجية، الهامش الخارجي يعني الذي قبل يعني، هنا إذا أضفت هامش خارجي هنا مثلا 90 سيصبح هنا مسافة، وفي الأدنى أيضا مسافة، إذا لاحظوا هذا ستقوم بالنزول للأسفل، هذا هامش داخلي جيد، هامش خارجي بتوب وأيضا ببوتوم بهذا الشكل يعني. فإذا الآن إذا أردت أن أضيف شيء آخر هنا، مثلا هذه الفقرة أريد تكرار لها، لكن مثلا هذا التكرار هنا أريد أن أغير الخلفية مثلا تكون مثلا هكذا أزرق، جيد جدا. المسافة بين العناصر اسمها gap أو بلوك جاب، فإذا أردت تغيير هذا فيمكن أن أضيف أيضا بالسبيسينج شيء جديد هنا بالسبيسينج، أن أدعم البلوك جاب، فأنا أريد أن يظهر لي البلوك جاب وأريد أن أدعمه. البلوك جاب هي المسافة بين العناصر في الدف الواحدة في الجروب الواحد، فالآن إذا قمت بالتحديث وذهبت للمجموعة فما هو البلوك جاب بين عناصرها، فإذا اسمه تباعد مكونات بلوك جاب أو المسافة بين العناصر، فهنا يمكن أن أضيفه بالشكل الذي أنا أريد، جيد؟ بهذا الشكل أنا زدت المسافة بينها باستخدام تباعد المكونات. طيب أيضا بالنسبة للمجموعة فهي تتيح لي الأشياء مثلا بشكل عمودي، أيضا تتيحها بشكل أفقي بجانب بعضها، وأيضا يمكنني أن أغير البلوك جاب بجانب بعضها بهذا الشكل، لاحظوا يعني بشكل أفقي أو عمودي البلوك كاب يتم تطبيقه، مثلا هنا بشكل عمودي، فإذا هكذا. طبعا إذا كنت أنت يعني تعرف HTML تعرف CSS، هذا WordPress ماذا يفعل؟ يطبق خاصية فليكس، يعني فليكس كونتينر لهذه المواضيع. فالآن أنا عندما قمت بتحديد تجميع هكذا بشكل عمودي، يعني أنا طبقت فليكس، فإذا لنرى كيف تطبيق فليكس هنا هذه التاب، فإذا لاحظوا هذا هو تطبيق فليكس، فأضاف gap flex direction column وalign items، فإذا هذه WordPress يستخدم فليكس كثيرا بالكود الانترنال الخاص به، فإذا نحن بكل بساطة نقوم باختيار هذه الأشياء، لكن WordPress يقوم بماذا؟ يقوم بإنتاج CSS مستخدما خاصية فليكس يستخدمها كثيرا، وبالتالي block gap شيء له معنى. الآن نحن نفهم البلوك جاب يعني بالسي اس اس نفسه الجاب، أو الجريد جاب باستخدام خاصية جريد. إذا كنت لا تعرف فليكس لا تعرف جريد، فأنا أنصحك أن تذهب وتشاهد فيديوهات عن جريد وعن فليكس، عن فليكس تحديدا لأنه مستخدم كثيرا بووردبريس، ويعني ستفهم أكثر أمور وورد يعني هذه النقاط ستفهمها أكثر عندما تفهم أيضا فليكس، ووردبريس يعطيك التنسيق الخارجي، يعني ووردبريس يعطيك الفيجوال يعني الشيء الصوري للموضوع،
لكن أنت تعرف مثلا الكود، وبالتالي ستربط الاثنين معا وستفهم كيف يعمل ووردبريس، لماذا يظهر العناصر على اليسار، لماذا يظهر على اليمين، ولماذا يظهر بالوسط، لأنه يستخدم فليكس وخصائص فليكس مثل justify content وalign items. أعزائي أخبروني إذا كان هذا الفيديو غير مناسب للمبتدئين، أخبروني. وكما أقول دائما، أنا لا مشكلة إذا كان فيديو فيه صعوبة فأنا سأعيد شرح الفيديو. فإذا هذا الفيديو نحن تعلمنا حول layout، تعلمنا حول أيضا spacing، وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع.